طيب سماح، حسيتي بعد المسابقة دي أو بعد ما بنتك لبست الفستان ده إنه في حاجة اتغيرت أو حاجة اتعلمتها أو حاجة استفادت منها، ولا هي كانت بس مبسوطة بفكرة التغيير أو إن أنا بعمل فستان بنفسي ومبسوطة إن أنا هلبسه؟ لا، هي في الاول انا فهمتها احنا المسابقه دي هدفها ايه، ان احنا بنتكلم عن البلاستيك ما ينفعش نستخدمه، ان هو مضر، وان احنا لازم نقلل منه، وان احنا بنعمل الفستان ده عشان نلفت نظر الناس للفكره دي. اوكي. تاني حاجه، انا وهي انبسطنا، اشتغلنا مع بعض كتير، طلعنا طاقه، حسيت ان انا بعرف اشتغل بايدي وبطلع حاجات ما كنتش متخيله ان انا ممكن تعرفي اعملها. ان انت ممكن تعملي. طب لاحظتي مثلا انه بعد كده لو في كوبايه مثلا قدامها بلاستيك، معلقه، اي حاجه، او جايبه حاجه من السوبر ماركت ولقيت انه كيس بلاستيك، بتقولك لا، او انت قلتي لي كذا، او انا مش هعمل ده تاني؟ لا، هي بقت فاهمه، وانا شرحت لها فكره ان احنا لازم عندنا مثلا باسكت في البيت متقسم فيه الزباله اللي بتخرج من البيت تبقى مفصوله. لا يعني فهمت حاجات هي ما كانتش تعرفها. اوكي، حلو. هي المسابقه عملت توعيه على الجروب، لقيت شويه اسئله، طب ايه البديل للبلاستيك؟ ايه ده، احنا ما كناش نعرف ان هو مضر. لقينا لا، الناس ابتدت تفهم يبقى عندها الفكره وعي شويه.